تزامنا مع دخول فصل الشتاء فصل الاضطرابات الجوية، تنظم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بشلف حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور موجهة لفائدة مستعملي الطريق خلال هذه الفترة من السنة، أي التي تعرف ارتفاعا في حوادث المرور، تحت شعار باحترامك لقانون المرور تحمي نفسك وتحمي غيرك. شو الأحوال الجوية اللي يمتاز بها فصل الشتاء ككل سنة؟ طبعا ننصح مستعملي الطريق والسواق بصفة عامة بالاحترام الأكثر لقانون المرور، خاصة في فصل الشتاء اللي يمتاز بالتقلبات الجوية كالأمطار والجليد والضباب خاصة في الفترة الصباحية. إذن ننصح السواق بالاحترام الأكثر لقانون المرور كاستعمال حزام الأمن واحترام المسافة الأمنية بين المركبات وعدم الوقوف والتوقف في شريط التوقف الاستعجالي بدون ضرورة حتمية، وعدم الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة، بالإضافة إلى المراقبة التقنية للسيارة كالأطر المطاطية ومراقبة الأضواء الخاصة بالسيارة، خاصة أضواء التوقف وأضواء الضباب وأضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق وأضواء التلاقي. إذن ننصحك بالاحترام الأكثر لقانون المرور. سوقوا بالعقل، عندهم عائلة قارعة. برنامج مسطر من طرف قيادة الدرك الوطني، قام المكتب الولاية الجمعية الوطنية بهذه الخرجة الميدانية بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني من أجل سياقة آمنة خاصة في فصل الشتاء، وهذا لتحسيس وتوعية السواق بضرورة تخفيض السرعة عند سوء الأحوال الجوية خاصة في الفترة الصباحية عند تشكل الجليد والضباب، المراقبة التقنية للمركبات خاصة حالة العجلات والأضواء الأمامية والخلفية ومسح الزجاج، عدم التوقف على حافة الطرق دون ضرورة حتمية خاصة عند ضعف الرؤية، تجنب المناورات الخطيرة، وكذا ضرورة السير على اليسار، احترام مسافة الأمان. كما نذكر جميع المواطنين بالأرقام والمواقع الإلكترونية الموضوعة في خدمتهم، وهي الرقم الأخضر 1055، موقع طريقي بوندي زاد، وموقع الشكاوى المسبقة BPGN أمديان ديزل، وذلك لمعرفة حالة الطرقات والتبليغ عن أي طرق.